سخرني في الموضوع ساقه بس علي لا الحمد لله ضم بشر دي ريس دي ريس هاي الجيد ناخذ واحده خذوا معنا واحده ماليش يجي صور ان شاء الله وربي معكم ان شاء الله حتى بعد اداره الدروس ولا حاجات تنقص الكلام مش اول سنه هذه ما شاء الله لا 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 ربي يعطيكم الصحه لا 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 الحمد لله ان شاء الله تعالوا معي قاعد في القاعه نديروا الصح ربي يحفظك يا اخي في الدنيا شو الدكتور سنبوه الله يسلمك الحمد لله ربي يحفظك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم من داخل قسم غسيل الكلى نحب نهني الشعب الليبي بحلول عيد الفطر المبارك والأمة الإسلامية ونقولهم إن شاء الله ينعاد علينا باليمن والبركات وإن شاء الله ربي يهني بلادنا ويهني الشعب الليبي كافة. وكما أحب أشكر الهلال الأحمر بصرمان على المجهودات وبارك الله فيهم وما قصروش معنا ووقفوا معنا لاخر جهد. هاي بركات نور الجمع عبد الرحمن مدير مكتب الهلال الاحمر صرمان. نهني الشعب العربي الليبي والامه الاسلاميه بعيد الفطر المبارك ان شاء الله عاد علينا بالخير والامن والامان. طبعا من داخل قسم الكلى وحده الكلى صرمان نشكر الاعلاميين اللي حاضرين معنا الاعلامي نوري بالحاج على متابعه النشاطات كذلك قسم الاعلام بمديريه الامن صرمان دائما متواجدين معنا خلال شهر رمضان المبارك بارك الله فيهم. طبعا احنا اليوم معايده على الحالات اللي موجوده داخل قسم الكلى كل سنه هذه ثالث سنه نتواجد داخل قسم للمعايده لرفع من معنوياتهم متابعتهم احنا دائما نتابع فيهم الحالات 75 حاله توصل داخل الوحده امكانيات ناقصه شويه لكن احنا بمجهوداتنا بالذات نتعاون مع رجال الاعمال والشركات الادويه لتوفير ما يلزم توفيره. كذلك نشكر اداره مستشفى صرمان المده الماضيه وصلت مع الدكتور اكرم لتوفير المواد والحمد لله المواد وصلت الاسبوع الماضي وفي بعض الحاجات الناقصه اللي نقدروا حتى رجال الاعمال يوفرها نقوم بتوفيرها. نتمنى الصحه للجميع وبارك الله فيكم كل سنه وانتم بخير ان شاء الله.